ولنا أن نقع في رحلة، فلابد أن نكون مستمرين في الاتحاد إلى الله، لأنه هو البدء بالدعوة، ودعوتنا أننا نستجيب ونعيش كما هو يدعونا. هنا قدرنا نمر بالوقت الذي يحتاج لاستماع لكلمة الله، الوقت الفيه اننا دارين نعيش حسب دعوة الله. فيتنين لدينا دعوة الله، هناك نحن نكون ابناء وبنات، لانه هو تعالى من نعيش. ولذلك اننا دارين نستجيب لدعوة الله، مرات من الوفاة شديد من ما قدرنا نستعمل الكلمة، عشان كده في بداية الاستبداد خلينا نشوف الغفران والمسامحة، وكمان نصلي أنه يهدينا حكمة الزي الضروري على تنمية الإنسان بالكلمة. ولكن قبل ما نقدم الاستبداد ده خلينا نطلب الغفران والمسامحة. أنا أعترف إلى الله الواحد على كل شيء.